مصائر نريد تترى تتلو الحقيقة جهرا. نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة واستخداماتهم للرياضة. ارمي فداك أبي وأمي، يفخر بأن رسول الله فداه بأبيه وبأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني طريقة معينة في المشي. قال فلما مشوا بهذه الطريقة تيسر عليهم المشي ولم يشعروا بالإرهاق ولا بالتعب. سجودات وأحضان وإغماءات. غاب عنه أن يفرح ببعض نعم الله العظيمة الجليلة وفرح بمثل هذه الأمور التافهة، لا شك أن عنده إشكال. أن هذه من سياسات الماسونية العالمية وبروتوكولات الصهيونية العالمية إشغال الشباب بكرة القدم. كم لهم من نشاط وحركة، وحتى أنهم يعني ذكروا هذا على سبيل النكتة ولكن هو واقع. بصائر الحق فيها. برنامج بصائر الجزء الثاني مع الداعية الإسلامي محمد عبد الرحمن السقاف، يحاوره الأستاذ أبو بكر الحبشي، وحلقة هذا الأسبوع بعنوان الشباب والرياضة، يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.